مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ثم اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى مشيئة الله تبارك وتعالى لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج وأن يفرج الله تبارك وتعالى عنا وينجينا من هذا الوباء العظيم ببركة الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقد قدمنا بين يدي حوائجنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا أمير المؤمنين يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء ذا يا قاذفا كبد له قطعا وذا في كربلا مقطع أعضائي ملقا على حر الصعيد لوجهه في فتية بيض الوجوه
وضعي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شعبوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرايات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحت وهن نوايح يندبن قتلاهن بالإيماء وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء ماذا أقول إذا التقيت بشامت إني سبيت وأخوتي بإزائي هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي الضعاين سرا والحاد ميتنا أصيح على أهل أعلى الأهل وأهل ميتنا يا ما حد غسل وشال ميتنا ميتنا يا ظل بلاد فن فوق الوطية يا يظل بلاد فن فوق يا الوطية وكأني بزينب عليها السلام مع اليتامى والأرامل مع يتامى الحسين عم حاجي حادينا يتوان شلون ابو يحسين خلي انا ورانا عم حاج الحاد هلبت يلتفت ارض ظل يم المدللني قليت خاف ما يسمع كلامي لو صحت من اقل مر من أقل يا بالله مربينا بحمانا يا خاف يعتي وإحنا خلينا وحي يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم
وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين. ولعل الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا بأحسن القبول. اللهم اقض حاجة كل محتاج، عجل وقرب فرج إمام زماننا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اقض حاجة كل محتاج، واشف كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم فرج عنا ونجنا من هذا الوباء العظيم، من على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها. اللهم من عليهم بالأمن والأمان والخير والعافية. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب محمد وآل محمد، ومن لم يذكرهم ذاكر، ومن له حق علينا، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.